مواليدك؟ 1992. سكنك؟ بصرة. بيوم كم بالبصرة؟ هاي الأصدقاء. هاي الأصدقاء. عملك؟ كاسب. كاسب. نعم. سولفنا على عملية السرقة والجريمة، جريمة السرقة اللي قمتوا بها أنت والمجموعة اللي وياك. نعم. اللي بالغة 6 مليارات. نعم. على أحد أصحاب شركات الصرفة. نعم. كنا أنا والمتهم الثالث، تعرفت على المتهم الأول وصار علاقة بيناتنا وعندنا شخص. المتهم الثالث اللي تقصده حاليا اللي موقوف وياك؟ اي نعم. نعم. والمتهم الأول اللي هو ما موقوف. نعم. تعرفت عليه وطرقنا هذا الموضوع انه اكو مبلغ الصرفة اللي هو يتجاوز 5 مليار تقريبا و600 مليون او 800 مليون. نعم. ومشينا بها بالمكان من خلال متابعة ومن خلال مدة، يعني طولت ايش قد المدة اللي راقبتوا بها؟ اكثر من شهر، شهرين. اكثر من شهرين. إيه نعم. المعلومات منين حصلتوها؟ على من المتهم الاول. المتهم الاول؟ اي نعم. عن طريق من؟ عن طريق المتهم الثاني اللي هو خاص اللي قصدك العلاس. اي نعم. العلاس. اي نعم. نعم. اللي يعمل، اللي يعمل حمال، اللي يعمل حمال. اي نعم. منطقة العشار. اي نعم. قريبة على مجموعة الشركات. بالضبط. نعم. فوصلتنا المعلومات وتحركنا عليها خلال مراقبة، يعني طولت تقريبا شهرين. وانه بتحركنا انا. ايش قد عدد افراد عصابتكم؟ من ضمن العلاس 7. 7؟ اي نعم. بس نفذنا احنا اثناء العمليه، هم بالاصل 6 بس واحد انسحب، و5 نفذت. 5 نفذوا؟ اي نعم. عمليه التنفيذ شلون صارت؟ تابعناه لحد ما وصل المنطقه اللي هو ساكن بها. نعم. ونزلنا نفذنا العملية، والعملية كلها ما طولت خلال دقائق. أنا والمجموعة الباقيين هم اللي يكونون 4 نفرات. كم سيارة اللي شاركت بالعملية؟ شاركت 3 بالأصل، وانسحبنا 2 وبقت واحدة نفذت. 3 سيارات؟ اي نعم. اللي 3 سيارات اللي كانن سيارتين تراقب. نعم. واللي تابعته من منطقة العشار لحد ما وصل لمنطقة الجنينة اللي مكان الحادث. مكان الحادث. نعم. وسيارة المتهم شين اللي هو نفذته بيها واقفة بالباب. يعني شنو نوعها؟ لاند كروز. ما نفذنا عليها. نفذتوا عليها لاند كروز صاحب الشركة. اي نعم. صاحب الشركة. قصدي انا السيارة اللي نفذتوا بيها شنو نوعها كانت؟ بيكاب. بيكاب دفع رباعي. نعم. نعم. كم شخص نزل على السيارة؟ 4 نفرات. 4. اي 2 احنا نزلنا حملنا الفلوس و2 امنوا لنا المكان. شلون كسرتوا السيارة؟ طريقة الفتح السيارة شلون فتحتوها؟ كسرنا الجامع. يا جامع؟ الجامع الخلفية. الجامع الخلفية. اي نعم. نعم. من خلال المطرقة. نعم. وحملنا الفلوس بالسيارة وطلعنا. حملتوا الفلوس؟ اي نعم. بالسيارة البيكاب؟ اي نعم. وطلعتوا، وين اتجهتوا؟ اتجهنا المنطقة أبو الخصيب. منطقة أبو الخصيب اللي هو دار المتهم الهارب. نعم. نعم. قسمنا الفلوس و ايش قد كانت حصتك من المبلغ؟ 820. 800 مليون و20 او 10. 20. هاي ال 800 مليون و10. وين وديتها؟ اشتريت لي دار. دار؟ سكن. بأي منطقة؟ بالتنومة. بالتنومة. وباقي المبلغ اللي ايش قد المبلغ اللي اشتريت فيه الدار؟ 260 مليون. 260 مليون؟ اي نعم. شلون كاتبت وياه؟ انت متهم هارب. انت متهم لا هارب؟ لا يعني كاتبت البيت قبل انه تنكشف القضيه. قبل يعني اول ايام اللي بالضبط. اول يوم اللي اشتغلناها. اول يومين. بالضبط. نعم. منو راح اشترى وياك البيت؟ ومنو اللي دلاك عليه؟ البيت انا عن طريق البرنامج اسمه سوق المفتوح. التواصل الاجتماعي. بالضبط. نعم. وخابرت الرجل ورحت كاتبت وياه، صارت شفت البيت وكاتبنا وياه. منو تكاتب وياه؟ انا ووالدتي. انت ووالدك؟ اي نعم. نعم. فباقي الفلوس بقى عند المتهم. ايش قد المبلغ اللي دفعته له؟
كاش 260 مليون. 260 مليون؟ اي نعم. صاحب الدار يعرف هاي المبلغ؟ لا المبلغ لا لا مسروق؟ لا 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 ما يعرف. ما يعرف. ما يعرف. بقى ايش قد باقي المبلغ؟ تقريبا بقى 500 وكسور او 600 هيك بهالمبلغ. نعم نعم. بقى باقي المبلغ، انا عندي مبلغ خذيته تقريبا ما يتجاوز 60 او 50 مليون صرفت به. زين تكاتبت به، انت متهم مطلوب للعداله وعندك يعني عندك معلومات بان انت راح لازم في يوم من الايام اي نعم تكون بقبضه العداله. نعم صحيح. باسم من سجلت البيت؟ باسم والدتي. باسم والدتك؟ اي نعم. سجلته بالتسجيل العقاري؟ لا 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 مكاتب. بس مكاتب؟ اي نعم بس مكاتب. بس. وبعد ذلك؟ وعندي مبلغ الباقي، البقل عندي المتهم الثالث اللي هو حاليا موقوف وياي. اي. اي وتم القاء القبض على المبلغ. اللي انضبط بحوزته؟ اي نعم. نعم، ايش قد المبلغ؟ المتبقي من المبلغ مالي او مجموع الكلي تم المبلغ القبض. اللي باقي عند المتهم الثالث حسن اللي تم القبض عليه وضبط المبلغ بالشقه مالته 600 وكسور 600 ايه. 600 ايه. اكثر من 600 نعم. مليون اكثر من 600 مليون نعم ايه. يعني بعد ذلك وين هربت؟ الى خارج العراق. خارج العراق نعم. اي دوله؟ ايران. ايران. ايش قد المبلغ اللي اخذته وياك من سافرت؟ تقريبا 20 مليون. 20 مليون؟ اي نعم. انت بقيت على تواصل ويا المتهمين؟ اي نعم بقيت تواصل. عن طريق الاتصال؟ يعني عن طريق نعم. نعم. ايه. بعدين وصل لي اتصال. نعم. وصل لي اتصال من زوجة المتهم الثالث. اي. اللي هو موقوف هسه وياي. نعم. قالت انه جاي تتصل على زوجها ما جاي تحصله. نعم. وبهاي الاثناء طلع الخبر المنشور انه تم القاء القبض على العصابه اللي نفذت سرقه 5 مليار. وبنفس اليوم هربت؟ لا انا ظلت تقريبا قبل لا تلزم العصابه قبل 3 ايام انا سافرت. نعم. ايه. يعني قبل لا تكشف القضيه كلها. وبعد ذلك شلون لزمت؟ لزمتني الحكومه الايرانيه. الحكومة الإيرانية بعد ما تابعنا وياهم نعم. وتابعنا اتصالاتك تم القاء القبض وسلموني من المنفذ الإيراني إلى المنفذ العراقي. بعدين أجرى التحقيق وياك هنا واعترفت اعترفت بقيامك بشراء الدار نعم. وتم إعادة المبلغ إلى راعي صاحب الدار وتسليمه داره نعم. وبعدين شنو صار ويا عائلتك اللي هم اشتركوا وياك بعمليه شراء الدار وهم يعرفون كل زين بان الدار الفلوس اللي اشتريت بها هاي الدار مسروقه؟ لا ما يعرفون. عائلتي كانت ما تعرف. يعرفون امكانيتك انت رجال ما عندك اي عمل ولا بقطع اراضي وابيع واشتري فحصلت لي بعت وحصلت لي عصا بس ما يعرفون المبلغ انه هذا قد محصله. فاشتريت لهم بيت على ما يسكنون بي من هذا الباب وبعدين انهم انكشفت القضيه يلا علموا انه انا الفلوس سارقه. سولف لي شلون تعرفت على المتهمين؟ المتهم الثالث اللي هو موقوف حاليا وياي المتهم حسن نعم. حسن العبي نعم نعم موقوف حاليا نعم بالضبط علاقتي به من 2006 نعم فبال 2018 او نهايه 2018 تعرفت على المتهم الاول نعم متهم الهارب اي نعم اللي صاحب الفكره اللي هو صاحب الفكره اي نعم اللي نفذتوا بها اي نعم. عمليه بال 2019 اكو عمليه نفذتوها اي نعم المليار مليار و300 بعد اطلاق النار على صاحب الصيرفه نعم. بعد متابعته والحد باي مكان اطلقتوا عليه النار؟ منطقه الساعي. كم واحد كانوا بالسياره هم؟ نفذنا اربع نفرات. اربع نفرات وصاحب الصيرفه نزلنا عليه؟ ثلاثه. ثلاثه؟ اي نعم. ثلاثة اشخاص. والمبلغ ايش قد اخذتوه؟ هو مليار و300. مليار و300؟ اي ايش قد كانت حصتك؟ بال 170 او اقل. 170 مليون؟ اي نعم. وين صرفتها؟ صرفتها يعني وين؟ بعد على ملذاتك؟ اي ونستيو شنو اللي استفاديته يعني هسه انت بقبضه العداله
شنو جاي شنو توجه هسه للناس اللي جاي ينفذون عمليات السرقات، المتهمين الهاربين اللي وياك، شنو اللي توجه لهم من رساله هسه؟ والله استاذ اقول لهم هذا الطريق مو طويل، ولا حد يمشي بيه، ولا حد يفكر بيه انه يقول انا ما الزم، ولا حد يقول انا ما حد يقدر يلزمني. هم فكرت بان انت بعد العمليه هاي العمليه الكبيره اللي كانت حصتك من 810 مليون. نعم. هم فكرت راح تلزم؟ الصراحه فكرت. اي صراحه يعني ولهذا السبب هربت ال نعم. خارج العراق. خارج العراق؟ اي نعم. لان كنت حاسس انه هاي ما اروح من عندها. هم فكرت راح توصلك السلطات العراقيه؟ لا ما خارج العراق؟ لا ما فكرت. ويجيبوك موقوف؟ لا ما توقعت هذا الشيء. ما توقعت؟ لا يعني ما محسب هذا الشيء نهائيا، لو محسب هذا الشيء الطريق كله ما امشي به، بس توقعت ما حد يجيبني وجابوني خلال يعني مده كذا. يا ريت المجرمين المجرمين اللي جاي يبوقون واللي جاي يسرقون واللي جاي، ولا حد يقول انه احنا غافلين وجاي يقتلون ويهربون خارج العراق. يا ريت يسمعون صوتك حتى يعرفون بان يد السلطه العراقيه توصل لابعد مكان. اي نعم. لا ما يقدرون يشردون. يعني لا بد من العداله ان تتحقق. نعم. لو بعد الحين يجيبون. انا ما توقعت لزمت خلال مده قصيره. سولف لنا شلون، منو اللي سهل لك مهمه السفر خارج العراق؟ انا كنت مفيز سابقا قبل لا تصير الحادثه هاي. نعم. فمن الفيزا تخليت الفيزا مدتها 3 اشهر، فتدري انه الفيزا تسقط داخل العراق مده 6 اشهر اذا ما سافر فيها. نعم. فانا بثناء من طلعت الفيزا رادوا من عندي مسحه يلا سافر خارج العراق، فرحت سويت مسحه قبل لا اقوم بالعمليه، طلعت مصاب بكورونا فتاخرت. سبب تاخيري هاي لانه كنت ذاهب الى العلاج، ظليت سويت مسحه ثانيه هم مصاب لحد ما طبت تميت الشفاء التام، طلعت لي مسحه انه ما بيها شيء وخليت لحد ما سافرت. طلعت اصولي؟ اصولي نعم، من مطار البصره. مطار البصره؟ مطار مشهد. وزوين سكنت بايران؟ مشهد. وين؟ مشهد. مشهد؟ اي نعم سكنت. المبالغ اللي اخذتها مبلغ ايش قد قلت لي ما اخذت وياك؟ 20 مليون. ها؟ 20 مليون. 20 مليون. بالنسبه ل 20 مليون بدولة مثل دولة إيران. نعم. مبلغ كبير. بالنسبة لهم. نعم مبلغ كبير. صحيح ولا مو صحيح؟ مبلغ ضخم. طيب. وكان أنه هم الدولار تساعد كلش. شنو اللي سويته هناك؟ شنو اشتغلت مثلا؟ لا ما اشتغلت، ساكن وسياح وعندي علاج، سويت عملية لأسناني. كملت هنا وجيت. عملية تجميل لأسنانك؟ أي نعم. من مبالغ مسروقة؟ نعم.